ما معنى الكرب؟ تجد في حديث يقول لك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب أن يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. إيه معنى الكرب؟ الكرب كما يقول العلماء هو أن يبلغ الهم في الإنسان مبلغا عظيما حتى لا يكاد يستطيع أن يتنفس. عارف لما الواحد كده حصل له لا قدر الله مشكلة كبيرة جدا جدا ويقعد يملأ التفكير ذهنه وعقله وقلبه لدرجة أنه هو مش قادر يتنفس من عظم الأمر وثقله. طب ليه سموه كرب؟ قال لك من قولهم كربت الشمس، كربت الشمس يعني دنت للغروب، فسمي الكرب كربا لأن الإنسان حال الكرب تكاد تزهق نفسه، تكاد نفسك تطلع من شدة الإيه؟ المصاب والمصيبة والبلاء وهكذا. حديثنا هذه الدقائق إن شاء الله عز وجل، ماذا أفعل إذا حصل لي كرب؟ لما يحصل للمصاب الجلل العظيم ده ماذا أفعل؟ لأننا كلنا معرضون، لا ينجو أحد من ذلك أبدا، حتى آل الغنى. أوعى تتخيل أنا بتكلم على الفقر، لا لا لا، أنا بتكلم على حال الإنسان. والإنسان كما قال سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. حال الإنسان لما يصيب الكرب يحصل له إيه؟ يأس. في ناس إخواننا بيوصل بهم الإحباط وفقد الأمل واليأس، حال الكرب إن ممكن يموت نفسه. بل يعني خلينا نتكلم عن الدرس ده النهاردة، إيه السنة اللي فاتت دي بس أكثر من حالة في مصر، شخص 2-3 لما أصابوا الكرب العظيم لم يكتفي بقتل نفسه. والله يا إخواننا هذا أمر مفزع مرعب، بل عمل إيه؟ قتل نفسه وعياله. أنا عمال أتخيل ما الذي كان فيه هذا الإنسان، مش هقول يقتل نفسه، يقتل نفسه مش مفهومة، لكن هذا وارد. لم يتحمل البلاء، لم يتحمل المصاب، لم يتحمل الضغط، خلص على نفسه، عايز يستريح، مسكين، متخيل أنه كده استريح. لكن أولاده يقول لك ويكتب رسالة لم أرد أن يتعرضوا للذل ولا للبلاء بعد، فيقتل نفسه وأولاده. يقول لك الأسرة كلها ماتت ما عدا طفل كان في المدرسة أو كان مش عارف فين. مصايب، وتكرر هذا الأمر، وهذا الأمر كما قلت لا أحد بعيد عنه أبدا، لأن الكروب هذا حال الدنيا. ماذا نفعل إذا أصاب الإنسان كربا؟ أول شيء وأعظم شيء والسر الأعظم، اعلم أنه لا ينجيك ولا يخرجك من الكرب إلا رب العالمين. ربنا قال في القرآن قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. احفظ دي، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أيا كان الكرب، كرب في دينك أو دين أولادك، كرب في دنياك أو دنيا أولادك، مش هيطلعك من المأزق ده، سواء كان بقى حاجة في الدين، حاجة في الدنيا، دين، مرض، مشكلة بينك وبين مراتك، مشكلة مع بنتك، أيا كانت المصيبة والبلاء مهما كان ضخم، أقسم بالله لن يكشفه ويخرجك منه وينجيك منه إلا الله سبحانه وتعالى. اسمع ربنا قال إيه؟ الله عز وجل بيعلمنا في القرآن بيقول ولقد نادانا نوح، اسمع، فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. كان كرب عظيم فعلا، تخيل يعني طوفان، طوفان يا جماعة، الأرض بتغرق، ربنا بيقول إيه؟ وحملناه، هو اللي بيحملك، هو اللي بينجيك سبحانه وتعالى. فالكرب مهما كان عظيما ينجيك. سيدنا موسى وهارون يقول ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. صحيح فرعون طاغية وعنده همان وزير داخلية مجرم وعنده جنود مدججين بالسلاح، وموسى وبني إسرائيل شوية ناس ولا لهم قيمة على هامش القوة، يعني بمقياس القوة ايه بني إسرائيل؟ يعني ده فرعون طاغية الأرض،
لكن ربنا عز وجل صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. ينجي ينجي سبحانه وتعالى. عشان كده لا يكشف الكرب إلا لما يجي لك مرض. السرطان صحيح مرض مميت، بس ده بكلام مين؟ بكلام مين؟ البشر صح، لكن كلام رب البشر. وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني هل ممكن السرطان يعجز ربنا يا جماعة؟ في الحديث ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. خلصان. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. عادي جدا. فكشفنا ما به من ضر. قال له يا ربنا عايز عيل، رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. طب ازاي يا رب؟ أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. الجواب ايه؟ سهل جدا. قال كذلك قال ربك هو علي ايه؟ هي. ولا حاجة. يشفى فلان يشفى فلان، يقضى دين فلان يقضى دين فلان، تتجوز فلانة تتجوز فلانة، يصرف عنك السوق يصرف عنك السوق. يعني اللي حطك في دماغها دي فجأة كده تتشال. اللي عمال يزن عليك بالقرض ده يسيبك. الحرام اللي كان بيلف حواليك يتركك. وخلي بالك ما وقعش حد إلا بسبب حاجة واحدة بس، اسمها ايه؟ قلنا اسمها الخذلان. تاني، محدش وقع في الحرام إلا لما ربنا خذله. لو ربنا عصمك واجتباك واصطفاك والله لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن يقدروا عليك. فأنت محتاج مين؟ أنت محتاج ربنا، محتاج ربنا في كل نفس. عشان كده عاصم بيقول لنا أبي علمنا، بيقول تفتحوا، اسمعوا يا جماعة، يا أصحاب الكروب يا أصحاب الهموم يا أصحاب الحوائج، يقول تفتح أبواب السماء نصف الليل. أي ليلة يا أخوانا؟ ليلة القدر. بس أنا بستغرب والله العظيم، إحنا مساكين جدا جدا، تلاقي المجتمع كله الناس كلها جاية ليلة 27. حلو جدا، شيء ممتاز طبعا، جميل. طيب بعد 27 الناس راحت فين؟ طب هم جم ليلة 27 عشان إيه؟ يقول لك أصل أنا سمعت إن الليلة دي أي دعاء مستجاب. بس الليلة دي بس أكن ربنا هيسيبنا 364 ليلة وليلة واحدة بس يتفضل علينا، ده احنا مساكين. شوف ربنا بيقول ايه، ناصر بيقول لنا ايه، يقول تفتح ابواب السماء نصف الليل، كل ليلة بعد نصف الليل يقول فينادي مناد. احنا مش سامعين لكن ده والله بيحصل. هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ اسمع بقى الثالثة دي، الثالثة دي جميلة جدا والحديث صحيح. هل من مكروب فيفرج عنه؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى، اسمع بقى، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له إلا اثنين. يقول فما من مسلم في الليل الساعة دي قاعد كده بعد الساعة 12 صلى ركعتين كده وتضرع، لازم التضرع المسكن، يا رب ديني يا رب، يا رب اصرف عني الحرام ده يا رب، بنتي يا رب، مرضي يا رب، زوجتي يا رب، أيا كان. يقول أي حد في الساعة دي يدعي ربنا، ربنا يستجيب له. إلا اثنين، قال إلا، نعوذ بالله، إلا زانية تسعى بفرجها. واحدة شغالة في الدعارة، نعوذ بالله. إلا زانية تسعى بفرجها. التانية بقى خطيرة جدا جدا جدا، أو عشار. من هو العشار؟ الذي يفرض أو يجمع المكوس من الناس بلا حق. أي واحد بياخد من الناس مالهم بدون وجه حق، سواء بيفرض القانون أو بيساعد على تطبيقه بدون وجه حق، عشار لا تقبل دعوته. نقطة من أول السطر. والحاجة بعملها بعمل إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر عمل إيه؟ فزع إلى الصلاة. مفيش حد زيك. المحراب ده هو في أي وقت حصل مشكلة، حتى في أوقات النهي، تخيل أهل العلم بيقولوا كده، بيقولوا حتى أوقات النهي اللي هي بعد العصر وبعد الفجر اللي بعد الأوقات دي، حتى الصلوات المسببة مفيش نهي، حصل كارثة. الله أكبر.
العطايا هنا، تفريج الكروب هنا. إذ نادى ربه فين؟ في المحراب. كلما دخل عليها زكريا ليه؟ المحراب وانت واقف في الصلاة. يبقى لازم ألجأ لله عز وجل وأنسى قوتي. أقول له الآية دي بيقول عليها ابن مسعود: ليس هناك آية أعظم ولا أقرب فرجا من هذه الآية. نزلت هذه الآية، الآية دي جاية سورة يا أخواننا في سورة الكرب، سورة الطلاق. سبحان الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ايه معنى هو حسبه؟ يعني كفيل. اللي يتوكل على ربنا، ربنا بيكفيه وتخلص. انت اهم شيء طلع غير ربنا من قلبك. مهم جدا جدا انك تلزم القرآن طبعا طول عمرك، وخاصة ايام البلاء. ليه؟ لان ربنا جعل القرآن شفاء. هيبعت لك آية او آيات وانت بتقرأ، ربنا يجعلها زي البلسم تنزل على قلبك بردا وسلاما. شفت في الحديث: ما أصاب عبدا هم أو حزن قط فقال: اللهم إني عبدك وعبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عد في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسي أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وذهاب همي وغمي وحزني. الصحابة قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلم هذا الدعاء؟ قال: حق على كل مسلم أن يتعلمه. لازم تتعلم الدعاء ده، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، نور بصري، ذهاب همي وحزني. بارك تعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين جميعا كل كرب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم فرج عنا الهم واكشف عنا الكرب برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.